بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم مع المحاضرة الـ11 من كورس برنامج اللوميان. معاكم مصطفى مكرم، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الـ Color Correction، أو هنتكلم عن الـ Style بشكل عام جوه برنامج اللوميان. النهاردة هنعمل تعديل للألوان في البروجكت بتاعي. طب تعالوا نشوف إزاي. طيب خلونا نحذف الاول كل الافكتس المعمولة دي. تمام، ده البروجكت بتاعي. طبعا احنا لازم نفهم ان انا عشان اقدر اضيف افكتس على الفيديو دي بتبقى المرحلة النهائية، اللي هي بعد ما بخلص انا المشروع بتاعي بقدر بقى اضيف عليه اللي هي المكملات الجمالية للمشروع بتاعي اللي انا بقدر استخدمها وانا شغال. تمام، فحتة الكالر كوريكشن، طبعا هو البرنامج مش برنامج كالر كوركشن، بس هو بيحاول يوفر لك حاجة بحيث الناس اللي ما بتقدرش تعمل كالر كوركشن على اي برنامج ايديت تاني زي البريمير زي الافتر افكت، البرنامج موفر لك يعني حتة صغيرة من كالر كوركشن. هي مش احترافية بالشكل الكبير، بس بشكل عام تقدر تقضي الغرض، وكمان موفر لك بريسيت جوه الافكتس دي تقدر تستخدمها وانت شغال. طيب بروح فين علشان اعمل الافكتس او اعمل كالر كوركشن للمشروع بتاعي؟ بروح على حاجه اسمها ستايل. الستايل ده مديني اكتر من افكتس جواه. في عندي هنا الان والاوت، دي في بدايه الفيديو بقدر اعمل فيد ان وفيد اوت للبروجكت بتاعي. بلاقي عندي هنا الكالر كوركشن مديني هو بعض البريسيت الجاهزة اللي انا بقدر اختار منها. يعني مثلا لو اخترت دي، تمام، بتقدر تعدل زي ما انت شايفين، بتضغط على شيفت بيديك اكتر من خيار بتقدر تختار منه في تعديلات الالوان. زي ما احنا شايفين الاقي درجات الالوان بتختلف معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام، تقدر تغير في القوائم او في النسب اللي هو موفرها لك بالشكل ده. ده خيار. في عندي خيار تاني اقدر اخد الانالوج لاب، هو مديك بعض الستايلات زي ما انت شايفين بقدر اقلب فيها، وطبعا كل ما بضغط على شيفت بيبقى التحكم اسهل في الوضع اللي احنا شايفينه ده. بختار الشكل اللي يناسبني او الجو العام اللي انا عاوز، او اللوك اللي انا عايز اظهر بيه المشروع بتاعي. مثلا ايه، في ناس تحب المشروع انا عايزه كده، في ناس تحبه كده، فحسب ما انت شايف الشغل بتاعك عايز يطلع ازاي. وعندي كمان مديني هو الكار كوريكشن بحيث انا اقدر اعمل كل الشغل ده مانوال. عندي الكونتراست، عندي البرايتنس، بتقدر تعدل في الدرجات دي، عندي الجاما، عندي الساتوريشن، بقدر اتحكم في البرنامج زي ما انا عايز، في حدود ان انا راجل ما بعرفش ايديت، او ان انا راجل ما عنديش اي بديل اقدر اعمل عليه كالر كوركشن غير البرنامج ده. فالخيارات دي موجودة عندي، اقدر اعمل ازود الشاربنس بحيث تبقى الشغل حاد اكتر زي ما احنا شايفينه. يعني انت بتضيف الافكتس دي بشكل يناسبك او شكل يناسب الشغل بتاعك. هي دي كل قصة الكار كوركشن او الستايل جوه البرنامج عندي. تمام كده احنا خلاص قربنا قوي من ان احنا نخلص الكورس بتاعنا. استنوني الدرس الجاي ان شاء الله. كان معاكم مصطفى مكرم.